بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم قطيش رحال في أوروبا، أحييكم من دقية لوكسمبورغ. تقع لوكسمبورغ شمال فرنسا جنوب ألمانيا بجانب الحدود البلجيكية، من أغنى الدول الأوروبية ومن أصغر الدول الأوروبية. أحييكم متابعين قناة جاسم قطيش من دقية لوكسمبورغ أو إمارة لوكسمبورغ. إطلالة على مدينة لوكسمبورغ من الأعلى إلى الأسفل، تقع في أسفل الوادي. من أغنى الدول في العالم تعتبر لوكسمبورغ، الضريبة فيها متدنية جدا للشركات العالمية 1%، لهالسبب تستحوذ على الشركات العالمية من أمازون، من شركات الكمبيوتر. بدنا هلا نطلع بالاسانسير، نصعد بالاسانسير الى الاسفل، هذا يوصل الى اسفل المدينة. هي الشرفة، يأتي السواح على سوق الشرفة وينظرون الى لوكسمبورغ. لا هبطنا إلى الأسفل. يوم التاريخ 5/8/2022. هاي المكان اللي اتينا منه، هاي الاسانسير لاسفل الوادي. Thank you.
حاجة بديل مثل ما ذكرنا اليوم جمعة مباركة إن شاء الله 5/8/2022 إن شاء الله جمعة مباركة. أحييكم من مدينة لوكسمبورغ أو دقية لوكسمبورغ أو إمارة لوكسمبورغ، أغنى دولة في أوروبا، أصغر الدول في أوروبا وأجملها. هاي أجواء لوكسمبورغ. كل هالكافتريات وهالجلسات الحلوة أمام بيت الحاكم، بيت الدق، بيت الأمير. هذا هو بيت الأمير لوكسمبورغ أو الدق لوكسمبورغ أو الحاكم لوكسمبورغ. طبعا هي الزيارة الثانية لي، زيت بالمرة الماضية هيك نفس الحال من أشهر عديدة ما في حراس أبداً أمام مدخل قصر الحاكم أو الأمير أو الدق. هاي الحراسة طبعاً في كاميرات، هاي الكاميرا، بس ما في أشخاص، ما في أشخاص أبداً. هذا إن بدل على نسبة الأمان، وحتى يقال إنه بلوكسمبورغ لا يوجد جرائم أبداً من خلال إطلاق النار أو القتل بإطلاق النار، لا يوجد أبدا. معدل الجريمة عندهم يقال 1%، وهي أكبر دليل بيت الحاكم طمأنينة وراحة البال. هذا هو القصر، تخيلوا يا عباد الله، قصر حاكم يحكم دولة غنية، أغنى دولة في العالم، لا يوجد حراس على مدخل القصر. وهي شرفة الدق،
بيطلع وبيقدم التحية لرعاياه. نحن عنا أي حاكم صغير بيساوي طوق أمني 5 كيلومتر حول منزله، وإن كان رئيس جمهورية أو ملك أو أمير 20 كيلومتر مربع طوق أمني مليء بالأمنيين المدنيين والمخفيين، وعلى الأسطح محتلين بعض منازل. هون لا يوجد أبدا حراسة. تخيلوا دولة صغيرة، أغنى دولة في العالم لوكسمبورغ، لا يوجد حارس واحد، يوجد كاميرات. وهي العالم أمامكم، كافتريات والأمن مستتب والأمور تمام عال العال. شعب دخله السنوي 150,000 دولار بالسنة، دخل الفرد عندهم معدل دخل الفرد السنوي 150,000 دولار. تخيلوا 150,000 دولار معدل شخص الفرد الواحد الدخل السنوي. هاي علم لوكسمبورغ وعلم أوكرانيا تضامنا مع الشعب الأوكراني المظلوم الذي يتعرض لأشرس هجمة بربرية على بلده، بلد آمن أوكرانيا احتل من قبل دولة همجية لم تحترم القوانين ولا الشريعة الدولية وتتكلم بالشرعية الدولية واعتدت على النظام العالمي الجديد. اخترقت قواعد ومبادئ النظام الدولي القائم على التوازن أسس أثناء الحرب العالمية الثانية. روسيا اخترقت هذا النظام العالمي واحتلت دولة آمنة ذات سيادة معترف بها دوليا بالأمم المتحدة وشردت شعبها في أوروبا وشتى بقاع العالم، وما زالت لهاللحظة تعتدي على هذا البلد وتمارس أبشع الجرائم بحق هذا الشعب وتتبع سياسة الأرض المحروقة، تدمر المدن بكاملها وتأتي بمرتزقة كالشيشانيين ليعتدوا على المدنيين من اغتصاب واعتداء على الممتلكات. هي إحدى البوابات الحاكم، لا يوجد حراس موجود، كافتريا ممكن أنا أقعد قدام القصر، لا يوجد مشكلة، ما في مظاهر أمنية. وهي المبنى الخلفي للقصر، حبيت أصور الحالة لنستكشف مدى تقدم هذه الشعوب على شعوب عالم الثالث الذين هؤلاء الحكام ينهبون خيرات تلك البلاد وتلك الشعوب المنهوبة من العالم الثالث. تخيلوا لا يوجد حراس أبدا في هذا القصر، أقسم بالله إنها القصر الحاكم يا جماعة، قصر الحاكم. وهي هون كاميرات، وهي هون تعليمات.
هاي صورة الحاكم، هاي الأمير والأميرة والدق من أمام منزله أو من أمام القصر. هاي الصورة، هاي كافتيريا قدامهم، وهاي المنزل مثل ما ذكرنا، هاي البوابة. أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين قناة جاسم مطيش، رحال في أوروبا. اليوم الجمعة 5/8/2022 من مدينة لوكسمبورغ. أحييكم، جمعة مباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.